الكارانتيكا كاع تبغوها، واليوم نحكي لكم حكايتها. طبق الكارانتيكا عنده علاقة وطيدة بالاحتلال الإسباني لمدينة وهران، وهذا الطبق بان في عز الأزمة اللي تعرض لها الإسبان في آخر ياماتهم في وهران. درك نحكي لكم الحكاية بالتفصيل. في يامات التواجد الإسباني في وهران، كان الإسبان مسيطرين على كامل المدينة بواحد الحصن متين شيدو في جبل المرجاجو، واللي هو أعلى بلاصة في وهران. الحصن هذا هو حصن سانتا كروز الشهير اللي ما يخفى على حتى جزائري، واللي كان برج للمراقبة باه يسيطروا به على مدينة وهران كاملة. ومن بعد 3 قرون من الاحتلال الإسباني لمدينة وهران، واللي خلالها حاول الوهارنة شحال من مرة باه يخرجوهم وما قدروش، بصح هكداك وما حطوش سلاح خطرش كانوا كارهين منهم وعولوا نتاع الصحبة يطردوهم. وشكلوا واحد الجيش سماوه جيش الطلبة، اللي كان مكون من طلبة المدارس القرآنية وشيوخهم، وحطوا يدهم في يد الباي العثماني محمد بن عثمان الكبير، ونادوا للصبنيور نوضة شينا، وبداوا يزيروا عليهم في الحال. هرب منهم اللي هرب لإسبانيا، وشوية اللي بقاو تخباو في حصن سانتا كروز، وشددوا عليهم الوهارنا الحصار وخنقوهم. حصلوا إسبانيول وطال عليهم الحال وهما محاصرين، وجاعوا تميزروا وهما في وسط قصر عظيم. يا حسراه، هما اللي كانوا ياكلوا خيار الماكلة ومتنعمين بخيرات وهرن. شفتوا الزمان شحال دوار؟ حار الحاكم إسبانيولي خوسي كاريلو دي البورنوز كيفاه ياكل ويوكل الجنود نتاعه، وقال للطباخ يدبر راسك، غير شوف كيفاش تدير، دبر لي على حل نوكلوا به الجنود. خمم هذاك الطباخ المسكين وما لقى على يدو غير شكاير الحمص اللي كانوا مكركرين في بيت المؤونة. قال بينه بين روحه درك نطحنهم ونشوف شن ندير بهم. وهذاك اللي كان طحن الحمص وخلطه بالماء والزيت، وزاد لهم الملح وكتر فيه الكمون، باهم صار ان الجنود ما ينتفخوش وما يمرضوش، ما راهمش قادرين على مرضو هما في هذا المحنة. من بعد ما خلط الطباخ الخلوطة نتاعه ودخلها الطيب، قدمها للحاكم وعطاله ياكل. سقسه الحاكم على اسم الطبق، فحصل الطباخ وما عرف شي يقول. قاله بسبانيولية يسموه الكاليانتي، والكاليانتي هي كلمة إسبانية معناها سخون ولا حامي، بصح الوهارنا من بعد ما بقاوش يعيطولها الكاليانتي، رجعوها كارانتيكا. وفوق هذا الشي كاين فيهم اللي زاد اختصر كتر وكتر في الكلمة ورجعها كاران، خرجوا الحر نتاع إسبانيول في الكاران. وكاين تاني ناس يعيطولها الحامي. خرجوا إسبانيول من وهران عام 1792، بصح الكارانتيكا بقات، وتفنن فيها الوهارنا وفات التلميذ المعلم، ورجعوا هما شيوخ الكارانتيكا. تهنات وهران من إسبانيول، بصح زاد دخلت فرنسا لهاد البلاد المسكينة اللي كامل طامعين فيها وفي خيرها. وعاون الكاران كل يتيم جيعان، وقاع المجاهدين الشجعان كي كانت فرنسا تبلع عليهم البيبان. وبقات الكاران دايما حاضرة في زنق وهرن وصواقها، يبيعوها في الكرارس بدورو ونص دورو، يحطوها في هداك الخبز المقرمش ويحرحروها بالهريسة، ويزيدوا يرشوا عليها الكمون وكل يا القليل. ولليوم باقيين كرارس الكاران يدوروا في وهرن، حاجة ما تبدلت، تلقاهم اليوم حدا الكوليجات في لاباستي وفي سيد الهواري. وبلا ما ننساو حي سيدي بلال في المدينة الجديدة، واللي هو أقدم حي شعبي في مدينة وهران، مسقط رأس الشهيد أحمد زبانة والفنان بلاوي الهواري. والو ما تبدل في الكارانتيكا، برك ولو عندها حوانيت ومحلات ولافتات وإشارات، ولا تخرج يا سيدي وتسافر حتى في الايروبورات. الكارانتيكا وصلت حتى للعاصمة وفي باقي الولايات، وخارج وهران يعيطولها القرنطيطة، أرواح تسمع يا مول الكاليانتي. والمستغنمين من كثرة ما يبغوها هما تاني يفتحوا بها صيامهم في شهر رمضان. بصح لوهارنا هما اللي بقاو مهووسين بالكاران، هي ماكلة الغني والفقير، كبروا بيها وهي يمات الصغار والكبار، لدرجة أنه حتى النساء واللاوي طيبوها في الدار.